بيت علي. طب هاي اكتمل الدين في 9 ذو الحجة 10 هجري ومش معلن عن ولاية علي. فأخروا فراحوا شو قالوا؟ لا وما فيش عندهم ولا دليل. خلينا أوقف ما فيش عندهم ولا دليل وألفت انتباهكم من خلال تعاملنا مع كتب الشيعة لقضايا مهمة منها. خلينا نأخذ رجل كبير يعني يفترض أنه يكون عالم وبالتالي يكون دقيق، يكون دقيق هذا الرجل. أو خلينا نقول أو شي غدير خم، انتهوا المسلمين من شعائر الحج ومشي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، طبعا مش كل المسلمين لأنه اللي كانوا حاضرين من 100,000 ل 140 في يوم عرفة، من 100 ل 140,000. إذا يفترض بعد ما ينتهي الحج كل قبيلة وين تروح؟ اللي على اليمن على اليمن، اللي على حضرموت على حضرموت، اللي هون اللي هون، مش هيك؟ بقي الناس اللي بدهم يسافروا مع الرسول من مكة صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى المدينة. ما أنتم بتعرفوا ما هي المدينة؟ في الشمال شوية هيك للشرق شوية من مكة. زمان كانت الطريق قديما قبل ما تفتح الاوتوستردات في حدود 500 كيلو بين مكة والمدينة، المدينة في اتجاه الشمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم سار حتى وصل منطقة بسموها غدير خم بالقرب من الجحفة، قريبة من الجحفة. لاحظوا تبعد تقريبا أكثر من 200 كيلومتر عن مكة، لاحظوا أكثر من 200 كيلو، أكثر من 200 كيلو في اتجاه المدينة. معناته اللي معاه مين؟ اللي معاه مين؟ من أهل المدينة، يغلب أن يكون من أهل المدينة أو الأماكن اللي ممكن هذا طريقها في اتجاه الشمال. معناته إذا كان معاه في الحج 100,000 أو 140، من 100 ل 140,000 حسب الروايات، معناته قديش اللي معاه الآن بعد ما تفرقت الناس اللي جاي تحج؟ فبعد 200، أكثر من 200 كيلو في منطقة غدير خم، غدير خم كانت صايرة قصة. شو هي القصة؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان باعث علي بن أبي طالب إلى اليمن. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم راح يحج لمكة بعث لعلي قال له بتلقيني في الحج. فجاء علي من مكة من اليمن مسرع، هو مع أنه كان هو المسؤول مسرع حج، وبعد ما حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم رجع مشان يلاقي جماعته اللي كان مسؤول عنهم، وفيهم خالد بن الوليد وفيهم بريدة صحابي جايين. باختصار حصلت إشكالات. بتعرفوا دائما القائد إذا بكون أو المسؤول شديد مرات إلا تلاقي ناس ما يعجبهمش، خصوصا إذا كان بخصهم الأمر. مثلا وجدهم راكبين على إبل الصدقة، منعهم من هذا، هو كان جايب صدقات وجايب. ثم وجدهم لابسين بعض الثياب اللي هي من الزكاة، قال لهم يخلعوها. تعرف هاي بتحز في النفس، تمام؟ فيعني شكوا للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لبريدة، يعني يا بريدة أتبغض عليا أو تبغض عليا يا بريدة؟ اللي هو قال له نعم. قال له لا تبغضه. طبعا في تكمل للموضوع. المهم بعدها بريدة ما عادش يبغضه، تخافوش. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم انه في ناس عندها اشكالات مع علي، فوقف وخطب فيهم في غدير خم. طبعا غدير معناته في مي، مواد برضه في مي، غدير خم. وقف وخطب فيهم، من ضمن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مسألتين. المسألة الاولى قال، لاحظوا، من كنت أو
قبلها طبعا الرسول أولى بالمؤمنين إيش؟ من أنفسهم. طالما أنه الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذن الآن لازم يطيعوه. من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. تكملة الحديث تدخلنا في موضوع صح وما صحش، مثلا زي اللهم والي من والاه وعادي من عادى، هاي بصير في خلاف في صحة الكلام. أنا أعطيتكم الصحيح الآن، بس ما صح من هذا الحديث هذا المقدار، إذا زدنا شوية بصير، وراح تشوفوا شو بيزيدوا لما زدنا شوية، بصير الكلام فيه خلاف انه صح ولا ما صحش الزيادة. خلينا هون، من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن ضمن ما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه زيد بن الأرقم، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، اللي سبق شرحناه في المرة الماضية. هذا أهم ما حصل في غدير خم. لكن مثلا شو بقول فضل الله؟ بقول عن أبي سعيد الخدري، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر على إكمال الدين، لأنهم بيقولوا أنه نزلت إيش وقتها؟ وقتها نزلت اليوم أكملت، أي لا يوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. شوف هذه الآن صار تزويج أشياء مختلفة، لأنه أنت نزلت هذه اليوم يأس في 9 زوجوهن مع بعض. طيب من كنت مولاه وطبعا بيزيدوا، وشو من ضمن ما بيزيدوا، انتبهوا، عن أبي سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام فضل الله، الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية، أو الولاية مش قضية، بالولاية لعلي من بعدي. ثم قال من كنت مولاه، شوفوا كيف الآن زوجوا بين إيش، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، عن أبي سعيد الخدري. شو قالوا أهل الحديث؟ بدي أقرأ لكم شو قالوا أهل الحديث عن هذا الحديث. شو قالوا أهل الحديث؟ هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات، يعني مش ضعيف، موضوع. طيب انت يا فضل الله، ما انت من علماء الكبار ويعني صاحب منهج وتفاصيل، بتجيب لي موضوعات مشان تزرق ايش؟ يعني انت مش عارف انه موضوع، وبتقول لي ابو سعيد الخدري. طب هاي اهل الحديث، هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات. طب لو ضعيف كمان، الساعة مش موضوع نقبلوش، لو ضعيف نقبلوش، الساعة هذا موضوع كمان وملفق من إيش، يعني في إشي صحيح اللي هو من كنت مولاه فعليهم مولاه، هذا صحيح، هذه صحيحة. هذا الكلام أنا ملاحظ عليهم على كبار علمائهم، يحشدوا لك أحاديث أكثرها يا ضعيفة يا موضوعة.